بشرى لمشاهدي قناة ماذا لو؟ تم إنشاء النسخة الإنجليزية من القناة، نرجو دعمها بالاشتراك ومشاركتها مع أصدقائكم. رابط القناة موجود في الوصف. تحدث الفصول على كوكب الأرض بسبب ميل محور الكوكب، ومن المرجح أن يكون حدث ميل الأرض بسبب اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض منذ 4.5 مليار عام، وأدى إلى انفصال جزء من الكوكب، والذي أصبح فيما بعد هو القمر، والذي بدوره حافظ على ميل الأرض بحوالي 23.5 درجة بسبب جاذبيته. وبتسليم أن هذا الصدام كانت نتيجته ميلان الأرض الدقيق، فهذا من المستحيل أن يكون صدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن ينتج عنها هذه الدقة المتناهية من التوزيع العادل لساعاتها على كل من نصفي الكرة الأرضية وأقطابها وجميع أجزائها، مع التباين حسب الفصول واختلاف المناطق بين أقطاب وخط استواء وخطوط عرض وطول. فلا بد من إرادة تعضدها القوة والقدرة على الفعل مع الحكمة وشمولية العلم. لكن ماذا لو لم يصطدم هذا الجسم بالأرض ولم يحدث ميل الكوكب؟ اليوم سوف نبحث عن إجابة لسؤال: ماذا لو لم يكن هناك فصول؟ ميل محور الأرض يؤثر على كمية أشعة الشمس التي تضرب شرق وغرب نصف الكرة الأرضية، وهذا الذي يسبب الفصول المناخية. لكن هل حقا نحن نحتاج تلك الفصول المناخية؟ ربما هناك الكثير منكم الذين يتمنون العيش بدون الشتاء أو حتى يكرهون الصيف، لكن في الواقع نحن نحتاج الفصول، وبدون الفصول كوكبنا سيصبح غير معروف، وسوف تكون الحياة عليه مختلفة جدا. وإذا كانت الأرض بدون فصول فهذا يعني أن ميل محور الأرض غير موجود أيضا، وهذا يعني أنه كلما ابتعدت عن خط الاستواء كان المناخ أكثر برودة، ومن المحتمل أن البشر لا ينجو على مدار العام، خاصة في المناطق التي ستصبح في شتاء دائم مثل كندا وروسيا. ومعظم سكان الأرض سيعيشون بالقرب من خط الاستواء وفي الجزء المداري، وإذا كنت تريد معرفة حقيقة الحياة على الأرض بدون فصول وكيف سيكون تأثيرها على الشخص العادي على الكوكب، يجب أن تنظر كيف تكون الحياة في المناطق الاستوائية، مناطق مثل كوستاريكا ووسط أفريقيا والكاريبي وجنوب شرق آسيا. هناك الليل والنهار تقريبا نفس طول المدة في اليوم، علاوة على ذلك متوسط درجات الحرارة لا تتغير بدرجة كبيرة بين يوم وآخر. ربما هذا يبدو مناسبا لكثير من الناس، لكن وفقا لعالم الأنثروبولوجيا الأيكولوجية دون أتوود من جامعة ماكجيل، أنه إذا لم يكن هناك فصول فمن المرجح أن البشر لن تقدم دولهم السابقة أكثر من مستوطنات صغيرة يعيشون فيها، يحاولون التملص من الموت غالبا بأمراض مريعة. ودعونا نوضح لكم أن الحياة في المناطق المدارية يأتيه معه الحياة تحت الكثير من العواصف الرعدية، والمطر يجعل من الصعب للمحاصيل أن تنمو لأنه يجرف التربة، الأمر الذي يصعب جدا من عملية الزراعة، علاوة على أن العديد من المحاصيل تعتمد على الفصول، ولن يكون هناك محاصيل مثل القمح والذرة والبطاطس أو الشوفان والتي تنمو بشكل أفضل في الشتاء. وكل هذه المحاصيل اعتمد عليها البشر لعدة قرون، وبدونها سيكون من الصعب تخيل كيف يمكن للأرض تأمين الطعام للبشر أو محاربة المجاعات التي ستحدث على فترات بسبب نقص الطعام. الأراضي المنخفضة الرطبة الاستوائية ستكون ذات كثافة سكانية منخفضة، وعندما يكون لدينا كثافة سكانية منخفضة وإنتاجا زراعيا منخفضا سيضطر البشر للحياة في مستوطنات صغيرة، وهذا يعني أن الحضارة الحديثة لا يمكنها الوجود بدون الفصول، لأنه سيكون من المستحيل أن تتقدم. وبدون الفصول سيجب علينا التعامل مع تأثير الكثير من الحشرات ناقلة الأمراض والتي تأتي مع المطر، والحشرات تزدهر في البيئة الدافئة والرطبة. ربما يكون الشتاء قاس بعض الشيء، لكن هناك شيء جيد فيه أنه يحمينا من الحشرات الاستوائية ناقلة الأمراض الخطيرة القاتلة مثل الإيبولا والملاريا، وحتى مرض نقص المناعة هو أحد الأمراض التي ولدت في المناطق الاستوائية، تمكن من الوصول إلى العالم كله من هناك. وبدون الفصول سيكون هناك الكثير من الوفيات كل عام بسبب الحشرات مسببات الأمراض، وهذا سيضمن أيضا حيواناتنا الداجنة. وبدون الفصول لن يكون هناك هجرات كبيرة للحيوانات، وستتوقف الكثير من العادات الموسمية للحيوانات مثل السبات الشتوي. ربما كان الشتاء طويلا وكئيبا، لكنه يلعب دورا حيويا في تقدم حضارتنا، والثورة الصناعية ما كانت لتتقدم إذا لم يكن هناك شيء يسمى الشتاء. وفي القرن 18 ومع ازدياد السكان في أوروبا
احتاجوا إلى التدفئة، وبسبب وجود الوقود والغابات على سبيل المثال، الفحم الذي استخدم لتوفير الدفء للمنازل وكذلك في أعمالهم. ومن هنا بدأ استخدام الفحم في الآلات. وكما ترون، الحياة على الأرض بشكلها الحالي هي نتيجة لوجود الفصول، وبدونها كوكبنا الأزرق الكبير سيكون أبعد كثيراً مما نعرفه الآن. ماذا لو وجدنا طريقة لتجفيف كل محيطات الأرض عبر بوابة غامضة في قاع خندق ماريانا؟ كم من الوقت ستستغرق عملية التجفيف؟ سنين؟ عقود؟ قرون؟ وهل ستبقى أي أشكال للحياة على الأرض عند انتهاء الاستنزاف للمياه؟ مثل لو حدث هذا بين عشية ليلة وضحاها؟ وماذا سيحدث للأرض لو جفت جميع المحيطات على الأرض؟ هذا الفيديو برعاية شركة الإيثار. مياه المحيطات تمثل حوالي 70% من مساحة سطح الأرض، كرة المياه الطبيعية عن طريق تبخر مياه المحيطات إلى غيوم والعودة مرة أخرى إلى الأرض بشكل أمطار. وفي اللحظة التي ستختفي فيها المحيطات، ستتحول الأرض إلى صحراء قاحلة، ويمكنك التخلص من مظلتك حيث أنها لن تمطر مرة أخرى. لكن مهلا قليلا، ماذا عن البحيرات والأنهار الأخرى؟ هل يمكنك النجاة بالاعتماد عليهم؟ مع جفاف مياه المحيطات سوف يخسر العالم 97% من مخزون المياه العالمي، والكمية القليلة المتبقية في الأنهار لن تكون كافية لدعم دورة المياه الطبيعية، وبرك المياه الصالحة للشرب سوف تتبخر بسرعة كبيرة، وخلال أيام سيموت الناس والحيوانات بسبب الجفاف، وستحتاج النباتات أسابيع قليلة قبل أن تبدأ في التعفن والجفاف، وخلال شهور قليلة ستتحول الغابات إلى مقابر ضخمة للنباتات، وفي نهاية المطاف جميع النباتات والأشجار الجافة سوف تبدأ بالاحتراق، وخلال سنوات ستحترق معظم غابات الكوكب. وبفعل هذه الحرائق الكبرى حول العالم سينخفض الأكسجين بالتدريج من الغلاف الجوي، وإذا كان لا يزال هناك بشر يعيشون حتى هذه اللحظة، فإن الهواء الخانق ودرجات الحرارة المرتفعة سوف تقضي عليهم، وفي نهاية المطاف سينتهي الوضع بالأرض تماما مثل كوكب الزهرة وتصبح محروقة. لذا نحن نعتقد أنه حان الوقت لتحصل على الإجازة والاستمتاع بمياه البحر قدر الإمكان،
ربما يصبح هذا السيناريو حقيقة في وقت ما أو لأي سبب كان.